طيب بصوا يا شباب، هو احنا المفروض ان احنا كنا بنعد هذا البرنامج خصيصا للطلاب المستجدين اللي هم موجودين في المستوى الاول، على اساس ان هم ما عندهمش خبره وما عندهمش فكره عن الاختبارات الجامعيه، واول مره يختبروا في الجامعه الترم ده، وكمان لان هم الترم ده كانوا بيدرسوا عن بعد، وبالتالي ما كانوش بيجوا الجامعه ومش عارفين الاماكن. فحبينا ان احنا نتكلم معاهم علشان اذا كان عندهم استفسارات ولا عندهم مخاوف من اي شيء نقدر نساعدهم، وكمان علشان نعرفهم يعني ايه المطلوب للامتحان ومكان الامتحان والكلام ده. المحاور اللي بنتكلم فيها النهارده محورين رئيسيين: محور بيهيئ الطلاب للاختبار، ومحور بيحفزهم للتخصص والنجاح، وبنعرفهم على التخصصات اللي موجوده في الكليه علشان الطالب يحسن الاختيار لمستقبله القادم ان شاء الله. المحور الاولاني التهيئه للاختبار. اول حاجه عايزينكم تكونوا متاكدين منها جدول الاختبارات. الجدول طبعا اعلن لجميع الطلاب، كل الزملاء الدكاتره اعلنوه لطلابهم وللشعب بتاعتهم على البلاك بورد، ومع ذلك احنا حاطينه قدامكم في الشريحه اللي معروضه دلوقتي. جدول اختبارات المسار العام. المسار العام عندنا بيدرسوا 5 مقررات: مقرر متطلب جامعه وهو الايمان واثاره، وده خلاص اختبروه كان معاده يوم الاثنين اللي فات. باقي عندهم 4 مقررات أساسية علمية: الفيزياء العامة والأحياء العامة والكيمياء العامة والرياضيات العامة. الجدول زي ما هو محطوط قدامنا كده، أول مادة عندنا يوم السبت، وبأكد إنها السبت لأن طبعًا إحنا باستمرار عارفين إن السبت ما فيهوش دراسة، السبت إجازة هو الجمعة، لكن لضيق الوقت إحنا الجامعة سمحت بجدولة الاختبارات في أيام السبت. فأول مادة عندنا هتبدأ يوم السبت تكون مادة الفيزياء العامة. المادة اللي بعدها يوم الثلاثاء، بنسيب دايما يوم ويوم عشان الطلاب يلحقوا يذاكروا المادة. المادة اللي بعدها الثلاثاء اللي هي الأحياء العامة. بعدها يومين الخميس موجود اختبار الكيمياء العامة، ثم الأحد في الأسبوع التالي الرياضيات العامة. جميع الاختبارات بتاعة كلية العلوم السنة دي بتجرى في الساعة 1 الظهر، من الساعة 1 إلى الساعة 3 الظهر، دي موعد الاختبارات بتاع كلية العلوم. الاختبارات بالنسبة لكم كمسار عام كلها هتكون في الهول الرئيسي أو البهو الرئيسي في الدور الأرضي في مبنى الرئيسي رقم 1. مكان الاختبارات يا شباب: المبنى الرئيسي رقم 1، البهو الرئيسي بالدور الأرضي، وتدخل المبنى الرئيسي من الباب الخلفي بتاع موقف الطلاب، بتلاقي أول لما بتدخل هول كبير واسع فيه كراسي كتيرة، دي مكان الاختبارات اللي انتوا هتختبروا فيه إن شاء الله. وأنا أعتقد أنكم اختبرتوا فيه الاختبار الفصلي أو الاختبار الرئيسي بتاع نص الترم وعارفين المكان. في اختبارات الفصلية كنا بنختبركم على مرتين، يعني الدفعة بتاعت المسار العام عندنا في كلية العلوم 4 شعب، شعبة أولى وثانية وثالثة ورابعة. في الاختبارات الفصلية قسمناكم واختبرنا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية مع بعض، وبعدين كررنا الاختبار بعدها بساعة للمجموعتين 3 و4. في الاختبارات النهائية كل المجاميع هتختبر مع بعضها في نفس التوقيت. الاختبار يبدأ الساعة 1 الظهر تماماً وينتهي الساعة 3 لجميع الطلاب. الهول متسع لجميع الطلاب، وهتلاقي لما تدخل هتجد الهول مقسم إلى صفوف طولية، وهندي لكل شعبة صفين يقعدوا فيهم، بمعنى إن الطالب هيدخل مفروض يلاقي يافطة أو ليبل، ورقة كده متعلقة على الكرسي الأولاني مكتوب الشعبة رقم 1، الشعبة رقم 2، الشعبة رقم 3، الشعبة رقم 4، وكل طالب بيجلس في الصفين المخصصين للشعبة بتاعته.
علشان نقدر نحصر الغياب، وعلشان يعني الأمور تسير بطريقة مظبوطة. في بعض التعليمات المهمة اللي احنا عايزين نقولها لكم، لأن الطالب بيبقى في الفترة الأخيرة اللي تسبق الامتحانات دي أحيانا بيكون متوتر ومرتبك ومش عارف يعمل إيه، وخصوصا إذا كان ده أول اختبار بيعقد ليه في الجامعة. بنديكم بعض النصائح المفروض إن أنت بتنفذها مع نفسك. أول نصيحة إن أنت دلوقتي لازم تكون متأكد بعد الدراسة ما انتهت إنك معاك المحاضرات كاملة بتاعة كل المواد. الدكاترة كانوا بينزلوا لكم المحاضرات أسبوعيا على البلاك بورد. إذا كنت أنت فقدت محاضرة أو ما حضرتهاش، ده مش معناه إنك مش هتمتحن فيها. لازم تدخل على البلاك بورد وتنزل المحاضرات كلها. إذا كنت متعود تذاكر في ورق، اطبع المحاضرات وذاكر وتأكد إنها كاملة. ممكن تراجعها مع حد من زملائك اللي أنت بتثق فيه. في الفترة ديت علشان ما تسقطش منك مادة من المواد، المفروض إن احنا نعمل جدول للمذاكرة بيكون متناسب، خصص وقت مناسب لكل مادة على حسب صعوبتها أو على حسب حجمها بالنسبة لك. احنا إن شاء الله الوقت مش ضاغط عليكم، عندنا فرصة كافية لسه. أول مادة يوم السبت، قدامها لسه يومين، وبعد كده فيه يوم الاختبار واليوم اللي بعده بتتذاكر فيهم المادة اللي جاية. في خلال هذه الفترة عايزينك برضو تعمل جدول مذاكرة، تقسم الوقت بتاع اليومين الاثنين دول على المحاضرات بتاعتك. كل محاضرة بتاخد لها ساعتين ولا أكتر على حسب صعوبتها وعلى حسب حجمها. ما تهملش أي حاجة في المقرر، المقررات لازم تتغطى بالكامل في الاختبارات، وبالتالي ما تنشنش وما تختارش محاضرة تقراها ومحاضرة ما تقراهاش. اهتم بكل المحاضرات زي بعضها، لأن كل محاضرة هيجي لك فيها أسئلة. في الفترة ديت بنحافظ على نفسنا بالاحترازات الوقائية، بنتغذى كويس، بننام كويس، مش عايزين يكون عندنا أي توتر. وزع وقتك ما بين الصلاة وما بين النوم وبين الأكل والآسف والمذاكرة. لازم تاخد فترات كافية، لازم تنام كويس في أيام الامتحانات، ليلة الامتحان بالذات لازم تنام كويس. بننصحك أنك تنام مش أقل من 8 ساعات علشان تبقى مركز وقادر تستوعب وقادر تسترجع المعلومات اللي عندك. من الحاجات اللي بتحصل مع بعض الطلاب في السنين اللي فاتت ان الطالب يسهر طول الليل ويبقى مثلا الامتحان الساعه 1 الظهر، يتعب يجي الصبح الساعه 9 ينام، يقول لك انا هلحق اريح لي ساعتين من 9 ل 11 او من 9 ل 12، ويكون نظرا للتعب الشديد اللي هو فيه وعدم النوم لفترات طويله اليوم اللي قبلها يروح عليه نومه ومحدش يصحيه وما يجيش الامتحان. الحاجات دي اخطاء هايفه مش عايزين نقع فيها علشان ما تضيعش مستقبلنا في كلام ملوش لازمه. بننصح ان انت روح عن نفسك، اعمل شويه تمارين رياضيه، اخرج صلي، ما تنغمسش طول الوقت في الاكتئاب والمذاكره، علشان على قد ما بتقدر تكون مزاجك رايق ومخك شغال تقدر ان انت تستفيد باللي ذاكرته وتسترجع المعلومات بتاعتك إن شاء الله. وصلنا إلى يوم الامتحان. لازم تكون في بعض الحاجات حاططها في ذهنك، في أدوات لازم تاخدها معاك الجامعة. مش مطلوب منك إنك تدخل قاعة الاختبار أو اللجنة بالموبايل، بس ده مش بس مش مطلوب، ده ممنوع. إحنا بننصحك، مش هنقول لك سيب التليفون في البيت، لا، انزل بتليفونك بعربيتك، لكن وانت بتقفل العربيه عشان تدخل الكليه عشان تمتحن سيب التليفون في العربيه. مش مسموح لك انك تاخده جوه اللجنه. لو اتمسح معاك التليفون جوه اللجنه او اتكلمت فيه بيعتبر شروع في الغش، وبالتالي هتعرض نفسك للمساءله ملهاش اي لازمه. تحرص على انك تجيب معاك ادواتك. كتير جدا طلاب بيجونا في الامتحان جاي ما معهوش قلم، جاي ما معهوش مسطره، جاي ما معهوش آلة حاسبه. شوف الدكتور اذا كان سامح بآلة حاسبه تبقى تجيب معاك آلة حاسبه، وهو السامح يبقى تكتفي بالاقلام، تجيب معاك قلم رصاص، قلم جاف، يفضل يكونوا قلمين عشان لو قلم عطل او اتكسر او خلص او الى اخره. لازم تنزل من بيتك لابس الكمامه، لازم الكمامه، مش هتخش الامتحان بدون الكمامه.
ولما توصل تعمل حسابك انك تخرج من البيت بدري علشان ما تتاخرش عن الامتحان. في طلاب بيقول لنا بعد ما يبدا الامتحان بربع ساعه، واحيانا نص ساعه، واحيانا بعد الامتحان قرب ينتهي وطالب لسه جاي، يا ابني كنت فين؟ يقول لك الطريق كان زحمه. فانت لازم تعمل حسابك يا ابني انك هتتعرض لان الطريق يكون زحمه، تتعرض ان الباركنج اللي هتركن فيه السياره ما فيهوش مكان وتقعد تلف على مكان تركن فيه. فاعمل حساب الوقت، اخرج من بيتك بدري، لازم تكون حريص على انك توصل الكليه قبل ميعاد الامتحان بحوالي ربع ساعه، علشان عايزينك تدخل اللجنه بتاعتك قبل الامتحان بخمس دقائق او عشر دقائق، تقعد في مكانك تلاقي تتاكد ان اسمك موجود في اللجنه، تظبط امورك، ما تبقاش متلهوج، ما تبقاش كرباد. وبالتالي كل ده متوقف على ان انت تطلع من بيتكم بدري شويه، تجنب عشان ما تسوقش سريع، لا قدر الله في طلاب كتير بتبقى متهوره في السواقه وبتبقى من الاستعجال ممكن لا قدر الله نعمل حوادث ونعمل حاجات ما لهاش اي لازمه. اذا هنا الخروج لازم يكون في وقت مناسب، ولازم تدي نفسك فرصه كويسه انك توصل اللجنه ان شاء الله قبل بدايه الامتحان بحوالي 5 الى 10 دقائق. احنا اتفقنا على ترك المتعلقات الشخصيه وخصوصا الموبايل في السياره. بتدخل بنقول هنا البحث عن قاعه الاختبار. بالنسبه ليكم كمسار عام، الاختبارات بتاعتكم في البهو الرئيسي في الدور الارضي. في بعض الطلاب المستويات العليا هيبقى امتحاناتهم موجوده في فصول او في قاعات، فلازم الطالب يعمل حسابه انه يدخل المبنى بدري حوالي ربع ساعه، علشان هيقعد يلف على مكان القاعه، هل هي في الدور الاول ولا في الدور الثاني. وبعد ما يوصل للقاعه هيلاقي القاعات صغيره، فالطلاب متقسمين على عدد كبير من القاعات او الفصول، لازم تلف على الفصول كلها تشوف اسمك في انهي فصل. واحنا الدكاتره ان شاء الله هيساعدوك في النقطه دي، وهينزلوا لكم على البلاك بورد القاعه اللي انت فيها، هينزلوا الكشف الاسماء بتاعها، وانت تبقى رايح عارف انك في القاعه مثلا رقم 1200 او 1205 1313 قاعه رقم 602 قاعه رقم 503. القاعات مترقمه عندنا في الجامعه كلها، وانت هتبقى جدول الاختبار بتاعك لكل ماده متحدد في مكان الاختبار، والقاعه بتاعتك رقمها ايه. فمطلوب منك فقط انك توصل في وقت مناسب علشان تقدر توصل للقاعه قبل بدايه الامتحان. بنأكد عليك انك وانت خارج من البيت يكون معاك البطاقه الجامعيه. البطاقه الجامعيه مهمه جدا للتحقق من شخصيتك ودخولك للاختبار. بعض الطلاب نتيجه ان الدراسه كانت عن بعد خصوصا بتوع المستوى الاول هيقول انا ما استخرجتش البطاقه الجامعيه، ماشي هنسمح لك تدخل ببطاقه الاحوال، البطاقه الشخصيه بتاعتك مسموح لك انك تدخل بيها من باب الاستثناء، لكن الاصل في الموضوع هو البطاقه الجامعيه. لو مش متوفره البطاقه الجامعيه بندخل ببطاقه الاحوال او الهويه بتاعتك. اثناء الاختبار نكون اعصابنا هاديه، بنبدا كده بذكر الله، نقرا آية قران، نكتب بياناتنا، نستلم ورقه الاسئله من الدكتور. اول حاجه بنعملها بنكتب البيانات بتاعتنا عليها، اسمي ورقم الجامعي ورقم الشعبه. ما ننساش لازم تكتب البيانات دي بوضوح. اما تبدا تفتح ورقه الاسئله اقرا كل الاسئله بتركيز، اقرا السؤال مره واثنين وثلاثه، ما تسرعش في الاجابه. اذا كان في سؤال صعب ما انتش عارف تحله ما تقعدش تضيع وقت تفكر فيه بتاع ربع ساعه ولا 10 دقائق وتضيع وقت الامتحان، لا السؤال الصعب اللي ما انتش متاكد من اجابته سيبه وشوف غيره، وبعد ما تخلص يبقى ارجع له تاني عشان تضمن ان انت حليت اكبر قدر ممكن من اسئله الاختبار. بيجاوب على الاسئله اللي انت عارفها، الاسئله السهله الكويسه، السؤال الصعب بنأجله شويه، لكن ما بنقولكش سيبه، أجله شويه لما تضمن انك حليت الحاجات اللي انت عارفها، وبعدين تفكر على مهلك في الحاجات اللي باقي. بعد ما بتخلص اجابه بننصحك انك تراجع الاجابات بتاعتك، ما تتسرعش. في طلاب بيبقوا قاعدين في اللجنه زي ما يكونوا قاعدين في الحبس او في السجن، عايز يخرج باي شكل. احنا ما بننصحش، مسموح لك تخرج بعد مرور نص الوقت، ولكن احنا ما بننصحش الطلاب يخرجوا في نص الوقت. الامتحان محطوط على اساس انك تلحق تخلصه في ثلاث ارباع الوقت، وتاخد ربع الوقت او 10 دقائق او ربع ساعه في الاخر للمراجعه. فهنا الطالب اللي بيخلص بدري قبل نص الوقت
لازم يكون متأكد إنه ما جاوبش الإجابة الكاملة، لأن إحنا مش حاطين امتحان مدته ساعتين وتقدر تخلصه لنا في ساعة ولا في نص ساعة، ده كلام مش صح. الطالب اللي بيعمل كده بيكون مش مجاوب الإجابة الوافية اللي الدكتور عايزها. جاوب على مهلك، اتأنى في الإجابة، بعد ما تخلص إجابة على كل الأسئلة اقرأ إجاباتك من أول وجديد وراجعها، هتلاقي نفسك ناسي حاجة، هتلاقي نفسك عايز تضيف حاجة، كل ده حاجات بتساعدك على إنك تجيب درجات كويسة وتجيب درجات نهائية. وآخر نصيحة بديها لك إنك تبقى ودنك مع المراقب أو الدكتور، شوف تعليماته اللي بيقول لك عليه بتنفذه، وبالتالي إن شاء الله بنطلع من الامتحانات موفقين وناجحين ومحققين هدفنا الكامل بإذن الله. بعد ما بيخلص الاختبار يا شباب، مفيش داعي إن احنا نقف في تجمعات كبيرة مع بعض بحجة إن احنا بنرجع الامتحان، بحجة إن احنا بنهرج. ما ننساش إن احنا ما زلنا في جائحة، وربنا يستر علينا الجائحة، يعني الموجة اللي شغالة دلوقتي بدأت تنتشر. عايزين نحافظ على نفسنا، عايزين نحافظ على التباعد، ما نقفش في تجمعات كبيرة مع بعض. خلص امتحانك واركب سيارتك وروح. بعد ما تروح مش عايزينك تقعد تضيع الوقت في مراجعة الامتحان اللي خلص ومحاسبة نفسك وتجلد نفسك انك جاوبت كويس ولا ما جاوبتش كويس ولا الكلام ده. الوقت افضل انك تقضيه مع المادة اللي عليها الدور في الاختبار، يعني ارمي ورا ظهرك المادة اللي خلصت وابدأ فورا بمجرد ما تروح تاخد دش تتغدى تريح ساعتين ثلاثة وتبدأ فورا في مذاكرة المادة اللي بعدها، علشان اليوم ونص اللي باقيين قبل المادة يدوب يكفوك تراجع عليها إن شاء الله. دي كانت نصايحنا ليكم، بشكركم على حسن استماعكم، وإذا كان في عندكم أي أسئلة أنا هدي الفرصة لزميلي الدكتور محمود هاشم اللي معايا منظم معانا الملتقى، هيتكلم معاكم دلوقتي على المحور الثاني اللي هو خاص بالتخصصات بتاعة الكلية، وهسيبكم معاه، وبعد ما يخلص معاكم هنبقى فيه فرصة إن احنا أي أسئلة عايزين تسألوها نجاوبكم عليها إن شاء الله. شكرا، ومعاكم الدكتور محمود. الموضوعات اللي استاذنا الدكتور وفيق عرضها احنا تحت امركم معاكم. فيما يخص التخصصات، طبعا كلنا عارفين البرامج المختلفه في التخصصات. الصوت مفتوح معاكم يا شباب، بس نرفع الهاند، اللي عايز يسال في حاجه يرفع بس الهاند ونسمح له بالمداخله. عندنا تخصصات الكليه سواء كيمياء او فيزياء او احياء او رياضيات، والتخصص الخامس اللي هو علوم الرياضة والنشاط البدني.
لان انا استاذ في قسم علوم الرياضه والنشاط البدني، ده تخصصي، فانا هروح بسرعه للتركيز عليه لعل وعسى يكون من بينكم بعض الطلاب المهتمين بمجال علوم الرياضه والنشاط البدني. وبعد كده المجالات التانية دكتور وفيق إن شاء الله يرجع ويتكلم فيها. ده بالنسبة لمجالات الشباب. طبعا كلنا عارفين خطة الدراسة، الخطة الدراسية لكل التخصصات معروفة عند الكل. عندنا في علوم الرياضة طبعا الناس اللي مهتمة إن شاء الله تكون معانا، احنا عندنا القسم بيقبل لكن من خلال اختبارات بدنية. يعني لو حضرتك حابب تدخل القسم في ان شاء الله في فتره الاجازه ما بين الترم الاول والثاني هيكون في اختبارات قبول، في اختبارات مرتبطه بالجانب الطبي والصحي، حاجه بايه بتعملها في اي مستشفى حكومي من خلال استماره فحص، وبعد كده بتيجي حضرتك للكليه عندنا وبيكون في مواعيد الاختبارات البدنيه. الاختبارات البدنيه مجموعه اختبارات بدنيه بنقيس من خلالها القوه العضليه، بنقيس من خلالها التحمل العضلي، بنقيس من خلالها المرونه والرشاقه والمهارة. لو حضرتك بتمارس أو سواء ممارسة أو هواية أو حتى على مستوى الرياضات التنافسية سواء في نادي أو غيره، بتختار الرياضة بتاعتك وبتختبر فيها الاختبار المهارة اللي متأكد أولويتك وأحقيتك في الدخول. تاني حاجة في اختبارات اللي هي اللي بنقول عليها اختبارات الأنثروبومترية أو اختبارات الطول والوزن، دي بتبقى لكل الطول اقل حاجه 165 سنتي، الوزن بالنسبه للطول طبعا بيبقى يكون، مش هنقول لك بقى 65 كيلو ده الوزن المثالي لو طولك 165، لكن بنقول ان الوزن يكون متناسب مع الطول، يعني ما يكونش واحد عنده سمنه مفرطه او عنده زياده في الوزن والكلام ده كله. طبعا احنا الحمد لله احنا بنسجل يا شباب، بنسجل كل كامل الجلسه دي بحيث ان احنا هنرفعها على رابط ونرسلها لحضراتكم ونرسلها كمان لكل الطلاب اللي ما حضروش بحيث ان هم يقدروا يرجعوا للمحتوى بشكل كامل ويستفيدوا المعلومات اللي بتتقال. قدام حضراتكم طبعا المقررات او الخطه الدراسيه لقسم علوم الرياضه والنشاط البدني كليه العلوم. المستوى الاول بيتضمن متطلبات سواء متطلبات جامعه او كليه، وايضا نفس الكلام في المستوى الثاني فيما عدا المقرر التشريح وعلم وظائف الاعضاء والصحه واللياقه البدنيه ومدخل العلوم والرياضه، دول متطلبات كليه او متطلبات برنامج. وهكذا كل المستويات قدام حضراتكم موجوده في الخطه الدراسيه، تقدروا ترجعوا ليها بسهوله جدا من خلال موقع الجامعه ان شاء الله. لكن اللي بيهم الطالب في اختيار التخصص هو بعد انهاء الدراسه، وان هو يبقى خريج ومعاه بكالوريوس علوم رياضه او حتى بكالوريوس في التخصصات المختلفه في كليه العلوم، دايما السؤال ايه مستقبلي؟ ايه مجالات الشغل؟ كل ما تعددت مجالات العمل كل ما زاد فرص الايه ان انت تلتحق بعمل وتحقق رغباتك في تحسين دخلك وتاكيد ذاتك يعني. فبالنسبه لمجالات العمل عندنا في قسم علوم الرياضه، الرياضه لانها مجال واسع ومرتبط بحاجات كتير جدا، فممكن بتفتح لك ابواب كتير من خلال العمل سواء في الجامعات لو انت متفوق وتشتغل في شغل معيد يعني في الجامعه، خاصه ان احنا تخصص جديد لسه اول سنتين يشتغل عندنا في الجامعه. ممكن كمان بتشتغل في الجامعات الاهليه مش لازم الجامعات الحكوميه، كمان قطاع الرياضه المدرسيه ان كل المدارس لازم مدرس او اثنين خاص بحصص الرياضه المدرسيه. ايضا في المراكز الرياضيه اللي بنسمع عنها في كل مكان منتشره في كل مدن المملكه، ايضا ممكن تشتغل مدرب لياقه بدنيه، ممكن تشتغل معد لياقه بدنيه، ممكن تشتغل اداري للمركز نفسه الرياضي. طبعا عندنا المؤسسات المرتبطه بالرياضه في المملكه سواء كانت وزاره الشباب والرياضه او مؤسسات التابعه لها سواء كانت اتحادات او انديه، وده منتشر في كل مدن المملكه ومحافظاتها المختلفه. كل دي برضو فرص لخريجي مجال علوم الرياضه والنشاط البدني. ايضا في الشركات الادوات والاجهزه الرياضيه، القطاع العسكري المرتبط بالرياضه،
مجالات كتير جدا جدا الحقيقه عندنا في التخصص بالنسبه للعلوم والرياضه. شباب لو في اسئله فيما يخص الجزء اللي انا عرضته انا تحت امركم، ولو في حاجه تخص تخصصات تانيه معانا استاذنا الدكتور وفيق ممكن نرد على حضراتكم فورا. دلوقتي احنا جاهزين لاستفساراتكم يا شباب. اتفضل يا خالد. أول شيء السلام عليكم يا دكتور، شلونك؟ طيب. السلام ورحمة الله، أهلا بيك. دكتور، الآن في التخصصات كم نسبة القبول؟ الأعداد النسبة توصل المئوية من 100؟ النسبة المئوية للقبول. طيب أنت عايز تسأل عن تخصص معين ولا كل التخصصات؟ ده كل التخصصات يا دكتور، يعني من كم؟ يعني من مش عارف 5 ولا من 4؟ توصل إيه بالنسبة المئوية؟ قصدك المعدل؟ ايه المعدل يا دكتور؟ ايه معدل؟ بص يا ابني، بالشرط انك تتخصص انك تحصل على معدل 1.5 من 4، لا يقل المعدل عن 1.5 من 4. ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني انك تكون ناجح في الماده اللي انت عايز تتخصص فيها. يعني عشان تتخصص في الاحياء تكون ناجح في مقدمه احياء 1، عشان تتخصص في الرياضيات تكون ناجح في الرياضيات. ده معناه انك ممكن تتخصص وانت عندك ماده في المستوى الاول ما نجحتش فيها. يعني بيشترط للتخصص انك تنجح في 75% من مواد المستوى اللي انت فيه. الماده اللي هترسب فيها لا قدر الله هي اللي مش هتتخصص فيها. يعني انا مثلا، انا في المسار العام نجحت في الكيمياء ونجحت في الاحياء ونجحت في الرياضيات، لكن ما نجحتش في الفيزياء. اقدر اتخصص اي تخصص من الثلاثه اللي نجحت فيهم، وممنوع ان انا اتخصص فيه. وتفضل الفيزياء معايا ادرسها في الترم اللي بعده بعد ما اتخصص. فاهمني؟ ويأثر في نسبة المعدل يا دكتور؟ طبعا بتأثر في المعدل، ولكن المعدل بتاعك بيتظبط جديد لما تنجح فيها وتنجح في المواد اللي بعدها. بالتأكيد ان اي مادة يعني بتجيب فيها تقدير سيء او ما بتنجحش فيها بتأثر على المعدل. هذا اللي يأثر بالمواد. يعني مثلا دكتور، أنا مثلا جبت مثلا 74 من 100، هل اني راح اقدر اتخصص او اني راح احمل المادة واعيدها الترم الجاي؟ 74% دي تقصد في المواد، في المعدل كله ولا في المادة؟ في المادة الواحدة بس، انا مو كامل المادة المادة نسبة الواحدة النجاح، المادة نسبة النجاح فيها من 60. من 60. ايه كل مادة عشان تنجح لازم تجيب 60 درجة من 100. المادة درجاتها مقسمة على العمل والنظر زي ما احنا عارفين، النظر 70 والعمل 30، مجموعهم 100. الطالب لازم يجيب في المجموع 60 عشان ينجح. من 60 إلى 70 بيبقى تقديرك مقبول. من 70 إلى 80 بيكون تقديرك جيد اللي هو سي. مقبول اللي هي دي. جيد سي. من 70 ل 80. الطالب اللي يجيب ما بين 80 و90 جيد جدا اللي هو التقدير بي. من 90 الى 100 ده ممتاز اللي هو التقدير A. كل فئه من فئات التقدير متقسمه الى A زائد و A، B زائد و B. يعني ايه فوق الخمسه؟ يعني من 80 الى 100، من 80 الى 90 دي جيد جدا B. من 85 الى 90 دي B بلس، دي B زائد. لكن من 80 الى 85 بي فقط، دي فئات التقدير اللي موجوده عندكم في اللائحه. اذا انت لو جايب 74% كده هتبقى ناجح في الماده بتقدير جيد اللي هي سي بلس. ارجو ان تكون الاجابه واضحه. شكرا، شكرا لك يا دكتور، ما قصرت، الاجابه واضحه. تمام يا حبيبي. اسئله ثانيه يا شباب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بخصوص التخصص للمواد، هل في أفضلية بين الطلاب ولا على حسب المادة؟ لا، في أفضلية طبعاً. إحنا اتفقنا إن الطالب عشان يتخصص لازم يكون جايب معدل 1.5. طيب دلوقتي نفترض إن إحنا عندنا 200 طالب جايبين فوق 1.5. كل تخصص عندنا بياخد عدد معين من الطلاب، وليكن 50 طالب مثلا.
بناخدهم ازاي؟ الطالب بيكتب رغبات، يعني طريقه التخصص عندنا في الكليه، ان بعد النتيجه ما تظهر ان شاء الله على الموقع بتاع الكليه اللي احنا منشوره حاطينه لكم دلوقتي في الشريحه، في موقع دكتور محمود هنا لو سمحت، في موقع بتاع القبول والتسجيل بينزل عليه تخصص، بينزل طيب يا عليه دكتور، اعلان على موعد التخصص، فتح التخصص، بيدخل الطالب على الموقع ده ويعبي نموذج اسمه نموذج التخصيص، في رغبات بتكتب الرغبه الاولى والرغبه الثانيه والموقع قدامنا اهو على الشاشه، ده بيطلع عليه اعلان التخصيص، لو دخلت عليه هتلاقي نموذج بتعبيه ببياناتك وبتكتب فيه الرغبات، الرغبه الاولى مثلا كيمياء، الرغبه الثانيه احياء، الرغبه الثالثه فيزياء، الرغبه الرابعه علوم رياضه وهكذا. الطالب بيتحقق له الرغبه الاولى اذا كان هو واحد حاصل على اعلى المعدلات. يعني احنا بنقول كل اللي جايب 1.5 هيتخصص. لكن مثلا اللي جايب فوق 3 ده هيبقى عنده فرصه انه يتحقق له الرغبه الاولى. اللي جايب فوق 2.5 هيبقى عنده فرصه انه يتحقق له الرغبه الثانيه. اللي جايب معدل 2 هيبقى عنده فرصه ياخد رغبه ثالثه وهكذا. اذا المعدل بيحدد مدى استطاعتك تحقيق الرغبه اللي انت عايزها. وبالتالي احنا بنطلب منك انك تحصل على اعلى معدل يمكنك انك تجيبه عشان تضمن انك تتخصص في التخصص الكويس اللي انت عايزه. حلو دكتور، طيب المقاعد، المقاعد بعد التخصص كم يكون في مقعد؟ لو قلت للتخصص لك الواحد. كل قسم اللي الطلاب بيتوزعوا بالتساوي على جميع التخصصات، يعني لو عندنا 250 طالب ناجحين ومعدلهم فوق فوق الواحد ونص، ال 250 طالب دول هيتوزعوا على 5 اقسام، علوم الرياضه، الاحياء، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، كل قسم من دول بيفتح 50 مكان للطلاب بتوعه. انت هتختار القسم اللي انت عايزه وهتقدر تدخله اذا كان معدلك من اعلى المعدلات بين زمايلك. تمام يا حلو، كده؟ طيب يا دكتور، تمام. طيب بوقت الاختبار نلتزم بالزي الرسمي السعودي ولا عادي نلبس بدلة؟ ما حدش هيمنعك من تلبس البدله، هو الاصل انك تلبس الزي الرسمي. الاصل انك تلبس الزي الرسمي بتاعك، لكن في طلاب كتير بيجوا لابسين قميص وبنطلون، بيجوا لابسين بلوفر، بيجوا لابسين جاكيت، ما بنمنعهمش. تمام، حلو، الله يعطيك العافية دكتور، أجوبة كانت واضحة. شكرا جزيلا. تمام. طيب يا شباب، بنشكركم واحنا في خدمتكم في اي وقت. البرنامج بتاعنا الدكتور محمود هيرفع التسجيل بتاعه ان شاء الله على الرابط، تقدروا تسمعوه وتقولوا لزمايلكم واسمعوه، واي استفسار انتم محتاجيننا فيه اهلا وسهلا بيكم، احنا موجودين في الجامعه باستمرار كل يوم. ممكن في يوم الاختبار بعد ما تخلص الاختبار تقابل الدكتور اللي انت عايز تستفسر منه عن اي حاجه ويقعد معاك زي ما انت ما عايز، واي استفسارات احنا ان شاء الله نقدر نرد لكم عليها باذن الله. بنشكركم ونتمنى لكم التوفيق، ونلتقي دائما بكم على خير باذن الله. شكرا لكم على هذا البرنامج الجميل يا دكتور. موضوع اهتمام منكم، إن شاء الله ربنا يوفقكم في اللي جاي بإذن الله. السلام عليكم.